ندخل فوق. فوالا Madame Leïla, 22 points. Cinéma, 9, 18, 24. 18 et 6, ça fait 24 points. Elle l'emporte à 2 points. Ouais, allez. 24-22. Objectif, les voiles de gens. Très bien. C'est la tête. Un hack quoi que ce soit. Voilà. Seule la tête, il y a les quatre dans le team. Où est-ce le viseur? Là, d'abord, on va essayer là, un tir d'une voie un peu Apache, hein, le tir Apache, mais sans viseur. D'abord, on va mettre le viseur. C'est une petite distance. Voilà, très bien. طلع لو كود ديالي شي شويش الفوق فوالا تري بيان ونجر مونطوش فوسط عيني فوسط عيني توصل لعينيك حاول تدفع بهذه الجر الاخرى غير جر مسقط هذيك جست كونتيني ما خصوش يحبس زيد وبوانتي فوالا سي بوتي غير برافو يا الحمراء حيد لك تماما صعبه الموجود ربما يعني عبرتوا انتم على ان هذا شيء فرحكم او شيء، ما احنا تنشعروا بهذه الفرحه يعني ضعفين، لان اولا اول مره تلقاو واحد المجموعه الحمد لله تتميز بثقافتها، تتميز بوعيها، تتميز يعني هذا اشياء تتسهل علينا التواصل، والحمد لله يعني شفنا ان يعني واحد الاستجابه اللي تتفرح، وحنا يعني كمجموعه ديال اللي تتمثل الجامعه كلنا اتفقنا على هذه الملاحظه، هو كاننا يعني هاد البذره اللي بدرنا هنا في مكناس ان شاء الله تنسينوا انها عما قريب غادي تصبح يعني شجره كبيره وغادي تضلل المكناس والنواحي ديالها، وهذا ليس بغريب في مكناس، المدينة التاريخية، المدينة العريقة، المدينة ديال التحدي، لأن بينات التحدي ديالها في رياضات أخرى بحال مثلا ناخذ غير السباحة، لأن مكناس ما فيهاش البحر، ورغم داك الشيء تفوقات في السباحة، فتحدي، إذن تنتمناو هذاك الروح التحدي تبقى عند الإخوان، تبقى عند هذه الجمعيات وتمارس التفهدة، ونشوفوكم إن شاء الله أبطال وطنيين إفريقيين على الصعيد الإفريقي وعلى الصعيد الدولي، وهذا ليس بعزيز عليكم.